الآن أذهب إلى أبو بكر بشير من لندن. أبو بكر أهلا بك، هذه الحادثة كانت في باريس، ماذا عن لندن؟ كيف تبدو تداعياتها بالنسبة للمملكة المتحدة؟ أقل تأثيرا طبعا، ولكن ليس تأثير صفري، هناك انعكاس لما يحدث في باريس هنا في لندن في مكان محدد في محطة قطارات كينغز كروس سان بانكراس وسط لندن، وهي المحطة التي ينطلق منها قطار يورو ستار، والذي بالفعل يعني تعرض لتضرره المختص بالنقل السريع من لندن إلى باريس، بمعنى سريع الرحلة تأخذ 2:20 بالضبط من لندن إلى باريس. القطارات الأخرى الكلاسيكية التقليدية تستغرق الرحلة نحو 4 ساعات أو أكثر ربما. هذه القطارات أو هذه المحطة تخرج منها عادة في الأيام الطبيعية في أيام الأسبوع بمعدل 17 رحلة يوميا، العدد يزداد خلال عطلة نهاية الأسبوع وهي يومي غد وبعد الغد. أعلنت بالفعل شركة يوروستار أن هذه الرحلات سوف تنخفض بمقدارها الربع، يعني ربع هذه الرحلات تقريبا خلال اليوم ويومي عطلة نهاية الأسبوع لن تتحرك من لندن. طبعا السبب الرئيسي ليس أن هناك أي أزمات حصلت في لندن، ولكن المشكلة أنه ليس هناك قدرة في باريس على استقبال هذه القطارات، لأن الأزمة هناك أكبر من أن يعني يتم التعامل مع مصدر واحد للجمهور القادم وهو لندن، ويتعاملون مع جميع الدول تقريبا أو الجمهور من جميع أنحاء العالم، فبالتالي من لندن هناك محطة واحدة كبيرة مركزية سوف تنخفض بمقدارها الربع القطارات القادمة منها. نصحت شركة يوروستار يعني عملائها في لندن أو من يقطع بالفعل أصبح معهم تذاكر مجدولة للسفر اليوم وغدا وبعد غد، نصحتهم بالبحث عن قطارات بديلة أو تأجيل رحلاتهم حتى يتم حل هذه الأزمة. هذا هو الموقف في لندن، هناك حالة من الاستياء، يعني الفكرة كلها أن هناك حالة من الاستياء، لأنه حتى إذا تمت إعادة جدولة هذه الرحلات ليوم غد أو لبعد الغد، هناك من كان جدول رحلته اليوم من أجل حضور حفل الافتتاح. صحيح. حفل الافتتاح بحد ذاته هو حدث يريد الكثيرون حضوره، فإذا كان هدف من قام بهذا العمل الإضرار نوعا ما بالحفل، فقد نجح على هذا المستوى تقريبا، حتى لو تمكن يعني أصحاب التذاكر من الوصول غدا هم فقدوا حفل الافتتاح وبالتالي تعرضوا لضرر ما. لم تتحدث الحكومة هنا عن شيء له علاقة بالآليات البديلة وآليات الحل، ببساطة لأنها لا تملك أي من هذه الحلول، القصة كلها داخل فرنسا، العمل يحدث هناك. صحيح. الحل عندما يتم تنفيذه هناك في فرنسا سوف ينعكس على جميع الأماكن من ضمنها طبعا لندن. طيب، لعلك تعلم أبو بكر أن هذه الأحداث دائما في أوروبا تحديدا تكون ذات عدوى مرتفعة، الأحداث سواء كانت إرهابية أو إجرامية أو ما شابه ذلك على الأقل خلال السنوات الأخيرة، هل هناك أي إجراءات أمنية طارئة تم اتخاذها من قبل الحكومة البريطانية تأمينا لوسائل النقل؟ لم يعلن عن أي شيء من هذا القبيل، لكنه خبر غير مستبعد، لكن لم يتم إعلان رسمي عنه لأنه لم يتم أصلا التعامل رسميا مع ما يحدث في فرنسا حتى الآن لعدم اتضاح الصورة. دعنا نتفق أنه في بداية الإعلان عن الأخبار القادمة من باريس عند 5 صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي في فرنسا، يعني كان الحديث عن احتمالية هجوم سبراني، هذا رفع معدل اليقظة والحذر عند رئيسة الأمن الفرنسية والأوروبية. ثم عندما ذهب الحديث أكثر باتجاه عمل داخلي فرنسي له علاقة ربما بمعترضين على الحدث الأولمبي أو على السياسة الفرنسية، هدأت وتيرة أو هدأ الهاجس الأمني وذهب أكثر باتجاه التركيز على ما يقوم به الأمن الفرنسي هناك، وبالتالي لا نلحظ في بريطانيا أي شيء استثنائي له علاقة بمستوى تأمين شبكات القطارات والأمن ومنظومة النقل بشكل عام، لكن هذا لا يعني عدم وجوده، لأن بريطانيا كانت من ضمن الدول على مستوى العالم التي منذ أيام فقط انهار فيها نظام الاتصالات المحوسب عبر العالم بعد أزمة الكبيرة التي منذ أيام فقط ضربت العالم كله. قبل ذلك تعرضت منظومة القطاع الصحي وهي أكبر منظومة خدماتية في بريطانيا إلى هجوم سبراني قبل أشهر فقط، أيضا أدى إلى تعطل خدماتها بشكل كبير، بمعنى أن حالة الحذر أو الاستعداد أو التحضر الأمني على المستوى السبراني هي مرتفعة بالأساس، ولكن ما يشتكي منه كثير من الناس أنه مع هذا المستوى من التحضر أو يعني الاستعدادات الأمنية لمواجهة هذه الأخطار، إلا أنه كلما قرر شخص ما أو مجموعة أو حتى بخلفيات إرهابية أو إجرامية
الولوج إلى الأنظمة الداخلية المحوسبة وحق أضرار بها ينجحون في ذلك، ولا ينجح الأمن السبرالي في إيقافهم بالقدر الذي ربما ينجح فيه بعد ذلك في جبر الضرر، وهذا شيء لا يشعر كثيرين هنا بالرضا أولا، ولا يشعرهم بالثقة في منظومة الأمن السبرالي البريطاني ربما والغربي بشكل عام. شكرا جزيلا أبو بكر بشير من لندن.